سجود الوضوء تنية في القلب والقول بسم الله. أولا أغسل اليدين 3 مرات، ثانيا أتمضمض 3 مرات، ثالثا أستنشق 3 مرات، رابعا أغسل الوجه كامل 3 مرات، خامسا أغسل اليدين إلى المرفقين، سادسا أمسح الرأس مع الأذنين مرة واحدة، سابعا أغسل الرجلين أبدأ باليمنى ثم اليسرى، أرسلها إلى الكعبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.